السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم معنا تحدي جديد، راح نكسر راس، وهون راح يصير تكسير راس. اليوم هون شيء فظيع، بس المشكله عم دور على المنافس، ما في حدا ينافسني. مين بده ينافسني؟ عندك منافس شي حدا؟ الوحش، جبت لك الوحش من اقاصي الارض. تذكر يا زلمه قضينا تكسير. اليوم معنا هون ابو سطوح الحبيب، معنا ابو حميز، هو راح يقول لنا شيء ونحن بدنا نحسب شو هذا الشيء. بده يعطينا مواصفات شغله ونحن بدنا نذكر اسمه يعني؟ تمام، ايوه هي. ونشوف مين بيربح ان شاء الله اليوم. يعني مثلا انا خضره من برا وحمره من جوا مين انا؟ انا البطيخه. يلا. بالنسبه للخاسر شو العقوبه؟ شو الوضع؟ العقوبه؟ بلاها. خليش بلاها. عرفان حد كسر راسه. طيب يلا. خلص خير، الربحان بيقرر. وهلا لا بدون اي تاخير، على طول سيري رح نبلش، فكلهم مستعدين. يلا. اللي يوصل للسبعة هو الربحان. طيب خلاص ماشي، بده خسرت على السريع. معلش للسبعة. حسب على السريع. على السبعة يلا. للسبعة إن شاء الله، نشوف إن شاء الله بيصير. يلا جاهزين؟ متعاون. ما هو الشيء الذي يكون ملكك ويستخدمه الناس أكثر منك؟ اسمي. يا زلمة هدي شوي، صلي على النبي. أنا الفوز اللي عم جيبك. خليني هلا استنى. طيب ما هو الشيء الذي ينام مرتديا حذائه ولا يفارقه؟ انا غبي بالتحديات نسيت. اتخذ هو نايم بحذائي. حيوان بينام بحذائه؟ خفاش؟ لا. ابن الكنغر؟ بحذائه. شو مو بجيب؟ ليش مو الكنغر؟ ليش ابن الكنغر يعني؟ لانه ابن الكنغر هو اللي بيقعد بجيب بام مو بحذائه. الحزام. لا لا هو كد لحمون. السلحفه. لا النعامه. الحصان. حصان. لحد ما صحيح يا زلمه. شو ركز يا حصان. حصان بلاصق. خليني بدي استوعب يا زلمه. صفر لصالح. ما هو الشيء اللي بنرميه بعد العصر؟ الليمونه. العصر شوي يا زلمه. شو دخل مو الليمونه؟ خلاص. لا وكمان البرتقاله يا سيدي. طيب بس خبأك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حرق. أنا ما عاد بدي فهم. كمل كمل. ما الذي يرى عدوه وصديقه بعين واحدة؟ النضو. الأعور. لا يا زلمة. شو عبدأ إله شغلات بيعفل. كمل كمل كمل. إلا واحد يكون سالي بعرف أنا يعني. مو اذا متفق معه معناتها شو قديش اعطيك؟ قديش اعطيك؟ طيب الشيء اللي اذا غليته بيجمد. لحظة لحظة شوي. شيء اذا غليته بيجمد. جيلة. غليته بيجمد. ايه جيلة بس تغلي بيجمد. بيجمد بالبراد الجيلة. يعني بس بعد الغلي بيجمد. لا لا لا. اذا غليت الجبنة. شيء اذا غليته بيجمد. الجاتو بيجمد. المعود. هل هو سائل ام ليس سائل؟ شيء من الحيوان. الشمندور. اللبن. الحليب. الهيلطية. الألماسية. شو انت عم تتحذر تحذير؟ ما بعرف. بيه؟ والله صحيح والله اذا غريبه بيش ما بصير هيك من السائل بتحول للهيل. شو بك يا زلمه شغل مخك؟ حلو تمام. 4-1 لصالح. حلو مخك. ما انت ما خليت شغله ما عديتها. في حيوان بحك اذنه بانفه. الفيل. نعم انتو اثنين. ما محسوبة. طيب هذا سؤال مبارك. يعني بده سرعة بديها فوري. على السريع. هذا شو. شي بيوجد بوسط باريس ما هو؟ بريفيل. لا باريس. الالف. الراء. 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 شو بيعمل لك نص باريس؟ مو بنص مدينة باريس. في فرق. إذا بنص باريس هو الراب، بس إذا بنص مدينة باريس هو التاء المربوطة تبع المدينة. شو بينبط بلا قل؟ الساعة. مظبوط والله صح. والله العظيم. 4-3 لصالح. شلف معلم خلاص، المهم إنك تكون سريع بعدين تشوف توصل. حيوان لسانه طويل. صالح. اسمه ضفدع. طلعت مو صالح يعني. أنا ما سمعت السؤال الأخير يعني على فكرة. أنت بدك تتمسخر. الضبطة 5-3 لصالح. شو هو كان السؤال أول شيء؟ حيوان لسانه طويل وجسمه صغير. صالح. يلا. يمكنك أن تأكلني في الليل ولكن لا تقدر أن تأكلني في الصباح. العشاء.
مظبوط. والله كنت عم فكر فيها. اوكي بكون سريع بديها ما بمشي. لك وين عم نحكي عن سرعه البديهه؟ لن تستطيع ان تدخل او تخرج الا من خلالي الباب. بدي ما لحقت. تعالوا الشباب وخمسات صارت. شو صار يا شو؟ ما لحقت احكيها. ما هو الشيء الذي يوصلك الى بيتك من بيتك الى عملك وبالعكس دون ان يتحرك؟ اجري بيتحرك اجري سباطي بيتحركوا الطريق الطريق. هذا معلم هاي طالع طلع ما في معلم ما في عندي مزح انا خلاص ما في مزح خلاص يلا انا شوف شلون المعلم اللي هيك الانتصار سوف تنهزم سيدي صحتين على قلبه تقبر قلبي هذا يلا حمزاوي يلا مستعجل على خسارتي بكره عنده شغل الساعه 5 الصبح بس سبكير يا زلمه ما هو الشيء الذي ترميه كل ما احتجت اليه برمي المصاري اذا انا كنت محتاج خضره فبرمي بربيش المي مشان لا 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 غلط سنارة صيد سنارة صيد او شبكه صيد يلا ستات وليها لا الحاسمه هو تكون الحاسمه بالنسبه لي يعني الي في شيء كل ما اخذت منه بيكبر كل ما اخذت منه بيكبر الشجره البحر طب طيب هل هو حفرة 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 يلا حبيبي تعال يلا عندي اخر لحظة بس يلا معلش انا هيك اصلا تحزن تعال تعال شو وين رحت؟ كانت الله لا يوفقك فرانك الله لا يوفقك حمزة لا 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 ما باكل بيضة والله بعرضي ما باكل بيضة قررنا واتفقنا لا يا سلامة بيضة يا محمد يا ابو طريق لكن عم تشربني مية سمر شراب شراب سد انفك وضوء عالسريع زلاي الله يوفقك يا صالح شراب هلا لهالدرجة قلبك معبى منك ايه شراب يلا دارك لا تشم امسك انفك مستحيل ما إلي علاقة عم تشربني مية سمك؟ ما شربتك مع سمكة؟ شراب والله ما شربتك مع سمكة أخي شربني كان مع سمكة شو دخلني؟ زين شو شاب نص أنت وأنا عم بشرب نص أنت؟ لا لا ما بدي يلا يلا ما بدي يا أخي والله ما بدي لك لا مضيفك مفيدة تتاكل ليش تتاكل؟ يلا تتاكل طيب هات أنا يلا يلا الله لا يوفقك والله تحشر شراب والله إنك واحد باطي يلا يا قلبي تعال يا قلبك عم يشربني مية سمك بك أعطيني أعطيني سطر مشان إذا رجعت يلا كلمات الدنيا تدامي ما بعرف ليش أنا؟ أنا بشرب لا مسك مسك أنا بشرب بيها وبرجع على طول تعرفها بقى ولا يوافقك يا صالح بلا خلاص بعطيك رسمية اشرب رسمية سوري يلا بطري يلا يلا أولي قلبك ايه سكر لعب 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 مات شرب أول شرب أول الله لا يوفقك أي موي بلعب ما أحلى الحق وقت ترجع لأصحابه قاعد عم أدعي يا رب فوز يا رب فوز الله لا يوفقك درجة قلبك معبى مني؟ بس ما قلت لي شلون الطعام ما استطعمت معلم فورا بلعتها مثل ما هي بدون ما احس معلم الله يعذبني اياك يلا يلا عادي عادي انت رحت اليوم على المستشفى بيكون بسببه روح شو اسوي لك بس ولا يهمكم ان شاء الله رح رد الاعتبار ورح نعمل تحدي جديد باسئله جديده فاكتبوا لنا انتم تحديات افكار اكتبوا لنا انتم افكار تحديات تحت معلم مشان نعمل تحدي وكسر له راسه ان شاء الله ورجع حقي اللي انسلب يلا نسى اللايك والشير والسبسكرايب صحيح اذا عجبكم خسارتي فوتوا حطوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق حلو وانشروا الحلقه بين اصحابكم اما اذا ما عجبكم فوز يعجبكم فوز فوتوا حطوا لنا ديسلايك وحطوا لنا كومنت بشع وفوتوا سبوا علينا عادي وخلوا اصحابكم تسبوا علينا وطبعا اشتركوا بالقناه ولا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تمام زي ما شفت بيضة يا حمزاوي شفا قلبي شفا قلبي يا حمزاوي شفا قلبي